اوكي مش عارف. هلا انا صراحه ما كنت يعني لما بلشت ما كنت بعتبر حالي من او ما بعرف شو هي رياده الاعمال او انه يعني هي رياده الاعمال مش لقب انه الواحد بسعى له، هي يعني شغله بيلاقي حاله فيها. يعني احلى شيء في رياده الاعمال انه الواحد بضل يتعلم باستمرار وبحاول يتخطى التحديات اللي بتواجهه عشان يبني مستقبل افضل للشركه ولإله. فبجوز هذا اهم شيء بستمتع فيه فعليا. ما في حدا بيساعد، كل واحد بده يختار الحلول المناسبه لإله عشان يتخطى على المرحله اللي بعدها. هلا الشعور الرضا بصراحه اكثر من مره صار. واحد منهم كان بس اختارونا في انديفر في امريكا وشفنا ايش الاثر اللي عم تعمله شركتنا مع الناس الاجانب مش حتى مع العرب. ردود الافعال كانت فقط تصورنا بصراحه. هذا بعتبره واحد من اهم لحظات الرضا اللي ما بعتبرها شخصيه بقدر ما هي جماعيه. كنا رايحين احنا اثنين هناك وكنا بنمثل خمسة وحتى بنمثل كل الشركة بنمثل 34 واحد. فجهود كل هدول الناس أعطاني شعور بالرضا إنه حققنا إشي هناك. إحباطات بديش أعتبرها إحباطات لأنه يعني هاي طبيعة الشغل، يعني كون واحد إنه فاتح مصلحة أو شركة كل يوم بيكون في إحباطات، سواء كان أمور مالية، تحصيلات، ردود أفعال غير مفهومة من الموظفين أو ردود أفعال من الناس مرات بتكون غريبة. بس ما بعتبرها إحباطات بقدر ما هي بتكون دافع إيجابي، لأنه ممكن يكون نقد بناء إحنا نستفيد منه. بس هاي حلاوة الواحد إنه يكون رائد أعمال، إنه يعني كيف هو يتحدى كل هاي الإحباطات والمشاكل ويحولها لإشي إيجابي ويستفيد منه لقدام. هلا التضحيات اللي يعني أنا لما أنا شخصيا أخذت القرار كان يعني كنت يعني أوريدي عندي يعني شغال بوظيفة كتير كان مردودها عالي. خلينا نحكي البوزيشن او المكان اللي كنت ماخده برضه كمان عالي، وقعدت فتره طويله قبل ما حصلت يعني خلينا نحكي هذه المكانه والخبره اللي اكتسبتها. ولو كنت رحت على اي شركه ثانيه اكبر كان بقدر احصل اضعاف اللي هلا عم باخده. فالمردود المادي كان واحد من التضحيات، مع اني كنت متجوز ومع اني كنت برضه كمان عندي كنت مكون اسره عندي بنات، بس برضو أخذت هذا القرار إني يكون إلي عملي الخاص. وبنفس الوقت في تضحيات بتتعلق بالوقت والجهد والصحة خلينا نحكي على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد يعني كل الأصعدة. يعني الواحد الحياة بتكون مش ما هو بتخيلها سهلة، أكيد في تضحيات بيقدمها بالطريق. أهمية المشروع هو الرسائل اللي إحنا منطلعها. إحنا بنعتبر حالنا بنعمل إشي جيد في الشغل اللي إحنا بنشتغله، وهذا بجوز اللي بيساعدنا كل يوم نصحى الصبح بغض النظر عن كل المشاكل ويروح الواحد على الشغل ويبذل قصارى جهده، لأنه بالنهاية إحنا عم نحمل رسالة من ورانا. طبعاً الرسائل اللي إحنا بنطلعها بتكون على كافة نطاق الأمور اللي بتواجه المجتمعات العربية، سواء كانت على نطاق سياسي أو اجتماعي أو ديني أو على مستوى الأطفال. أول إشي جرأة في الأفكار رقم واحد. تنين بكون مدروس المنتج اللي عم بنطلعه بكون في وراء حاجة، فما بكون عشوائي وما بكون بيحمل اسم شخص بقدر ما هو بيحمل حاجة، وبتكون مدروسة هاي الحاجة خلينا نحكي brainstorming مع أكثر من شخص عشان تكون متبلور هاي الفكرة لمنتج جيد وبيحمل قيمة. لأنه مرة تانية يعني بعتبر وجود قيمة في أي منتج
هاي لحالها بتحطه في مكان معين. الإشي الثاني بعتبر المنتجات اللي احنا بنعملها تتميز بجرأة وأسلوب جديد في الطرح، ومش عملية تقليد أعمى لمنتجات مشابهة في أي مكان ثاني. هلأ يعني كمشروع كفكرة خرابيش، يعني الفكرة الجديدة فيها هي أسلوب الطرح وطريقة الطرح. إحنا بخرابيش بننتج أعمال كرتونية قصيرة، بس المرة هاي إنتاجاتنا وأعمالنا كنا بنستهدف فيها التكنولوجيا يعني إحنا بخرابيش بننتج أعمال كرتونية قصيرة، وكان الطرح الجديد تبعنا إنه بدنا نركز على جانب على عالم الإنترنت وشبكة الإنترنت، اللي هي خلينا نحكي عالم عمال وعم بكبر بمجتمعاتنا العربية. وطريقة الطرح صراحة يعني عدم وجود خلينا نحكي يعني وجود مساحة حرية في عالم الإنترنت أعطتنا برضو القدرة أن نطرح مواضيع جديدة بطرق جديدة بجرأة أكبر بأفكار جديدة ما كانت تنطرح بوسائل الإعلام التقليدية أو بالأماكن التقليدية. وصراحة يعني إحنا يعني دائما نسعى لنطلع أفكار جديدة بأسلوبنا بمواضيعنا بكل إشي. أنا اسمي وائل عتيلي، أحد مؤسسي شركة خرابيش. إحنا بنعمل في قطاع الانترتينمنت والنيو ميديا، وتأسست خرابيش بسنة 2008، وخرابيش جزء من شركة مجموعة شركات برضو إحنا اشتغلنا عليها وأسسنا اسمها ثينك أريبيا، تأسست بال 2010. أنا اسمي محمد عصفور، أحد مؤسسين شركة خرابيش. شركة خرابيش تأسست بال 2008. شركة خرابيش جزء من شركة أم اسمها ثينك أريبيا أو شركة أفكار عربية. مجال تخصص خرابيش بالإعلام الجديد أو نيو ميديا والإنترتينمنت. اسمي فراس العتيبي، أحد مؤسسي شركة خرابيش، تأسست عام 2008 وهي بتشتغل في قطاع الإعلام الجديد نيو ميديا، وخرابيش هي جزء من شركة أم اسمها ثينك أريبيا الأفكار العربية.